مشكلة التعليم في مصر، جحيم الدروس الخصوصية، المدارس مقفولة، البنية التحتية للنت متدمرة، سعر النت عالي، أعطاله كتير، عدم وجوده أصلا في الكثير من المناطق. المجهودات العظيمة لوزارة التربية والتعليم في عصر الكورونا اتجهت كل الدول لتطوير التعليم عن بعد. وهنا إذا دخلت على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عشان تدور على حتة ملف PDF لا ينطق ولا يتفاعل، ما تلاقهوش. سوق العمل يطلب اللهجة الأمريكية، وزارة التربية والتعليم تقر اللهجة البريطانية. ومحاولة تجريم الكتب الخارجية التي تفك لوغاريتم والجوريزم المناهج المصرية. والدحيح أحد صروح تبسيط العلوم تلفظه مصر فتتبناه الإمارات. كمساعدة من العبد الفقير إلى الله في حل المشكلة أقدم عرض مدرستي، بجي لك لغاية بيتك، بنزل لك شرح المناهج المدرسية، فيديوهات لمدرسين أوائل وخبراء تعليم عربي إنجليزي رياضيات علوم دراسات، وكل المواد عربي وتجريبي من كي جي 1 إلى 3 ثانوي عام، وأكبر كورس لتعليم الإنجليزية باللهجة الأمريكية، أكثر من 3000 فيديو من سن سنتين إلى ما بعد الجامعة، مئات الجيجات، آلاف الفيديوهات اتصرف عليها آلاف الجنيهات، وسنوات من العمل. عرض مدرستي